السلام عليكم. دلوقتي نشوف لو انا عندي ملف مسحوب لينك وعايز ابدا اسحب مثلا البرامج فيكتشر على سبيل المثال. طيب في فكرتين او في طريقتين، يعني من كولابريت باجي هنا كوبي مونيتور وبقول له سيلكت لينك وببدا اختار اللينك بتاعي. الطبيعي او اللي احنا خدناه قبل كده ان احنا بنقول له كوبي، بقول له مال تيبل وببدا احدد الحاجات اللي انا عايزها، تمام. طيب بس انا مثلا لو انا عندي مثلا 4 مكانات علمت عليهم الأربعة، خلاص لو المعماري أو الملف اللي أنا سحبه واتضاف عليه حاجات تانية مش هتحصل معايا، مش هتضاف معايا. طب أعمل إيه عشان تضاف معايا؟ مثلا هقول له إن أنا عايز باتش كوبي، باتش كوبي بقى هينسخهم كلهم. هقول له سبيسيفاي تايب مابينج. طيب أنا عايز إيه؟ عايز البلومينج فيكتشر أو البلومينج إكيوبمنت، تمام. وليكن مثلا البلومينج فيكتشر بيقول لي عايز إيه، هقول له ألاو باتش كوبي، تمام. هقول له خلاص انا كده حددت البلامنج فيكتشر وقلت له الاو باتش كوبي، واقول له كوبي، بقول له كونتينيو كوبي فيكتشر، خلاص اتنسخ. معنى كده ان هو لو اضاف اي بلامنج فيكتشر بعد كده هتضاف عندي اوتوماتيك، هتاخد منها كوبي للملف بتاعي ويحصل لها مونيتور بحيث لو حصل اي تعديل يظهر عندي. لو انا جيت كده وبدأت اهو، ده معمول له اهو مونيتور بحيث لو حصل اي تعديل. لو هو اضاف اي برامج فيكشر تاني يبدأ يظهر عندي ان في حاجة اتضافت، ولو حصل اي تعديل في اي حاجة يبدأ يظهر معايا.